سلطان محمد إبراهيم الرمسي الزعابي، مولود في الجزيرة الحمراء. تميت قبل ما تحول 22 سنة أنا كنت في الجزيرة الحمراء، بس أسير ويا أسافر، ما أخلي مكان، سير الكويت، سير السعودية، سير البحر، ما وأنا صغير ويا أهلي عايشين أسيدي في البحر. وانا ياهل عمري يمكن 17 16 سنه في الكويت، تميت يوم سنتين ورديت، بعدين قمت اسير السمك ويا حياه الله يرحمه حياه السلطان شعفان القطو، تعرفون التلفزيون في الجزيرة ابوي. نحن نهار ما عندنا شغل الا كان عومه، العومه في النهار، في الليل نسير عامله، يوم يدين العشاء نطلع حوالي 12 نفر يسيرون، نقص العامله، خباب، كنعات، اي سمكه في الليل، سجول، اي سمكه. قالوا يلا ابوي البحر يبقى 8 مواصر، يبقى 7 مواصر، يبقى 10 مواصر، يعقوني انا على البحر ملود المواصر ويالس محمل فيه 12 ولا 10، سووا منه 5، قاموا نير على طول الليالي لين يذن الفجر، حصلنا السم شيء يطلع وشيء حصل ونحمل وردينا البلاد. ردينا متى؟ الصبح ردينا ونزلنا السمك نبيعه بكم؟ يلا 20 30 ربويه، 50 ربويه بالكثير اللي جايبين السمك على طول الليل. صرنا نرقد تعبانين عثر الليل على طول الليل من العشاء لين تطلع الشمس. هذه شغلات البحر. عندنا بيتين، تقول لك بيتين، احنا بيتين عايشين، واحد السوق مال حياة يدي ابراهيم بروغه معروف، فيه منو خالتي. البيت الثاني في رجل المناخ، هذاك في السوق، انا زيدي يوم هنا ويوم هنا، بيت يدي في يوم وبيت الوالده في يوم، بيت يدي في السوق في نص السوق، والثاني في رجل المناخ صوب الحصن. يوم اتضايق جيت البيت الثاني، ويوم اتضايق من البيت هذا صرت البيت الثاني. حياة اخوي وياي نفس الشيء، اخواتي وياي، لان البيت مخزنين، شو يسوون؟ المخازن هنا اول ما يسوون حاجه يسمونه مخزن، والايوان ما فيهم بعد. هاي طريقه البيوت الاولين، الاول الصغار ما شي غيرها. وفي الليل سهرات كل يوم في بيت واحد ربع، كل متفاهمين لين متى؟ لين العشاء، من عقب المغرب لين العشاء، ما عدا رمضان لين فجر لين السحور. تلفزيون ما شيء، لين الستين ما في، لين الستين كهرباء ما شيء، من الستين عقب جت الكهرباء، لكن قبل الستين ما شيء، عقب جت التلفزيون، ويا على بتري، على بتري، وش اسمه براده وعلى بتري، بتري مال سياره بعد، والمسجل شريط دواري هذا. يوم الخميس والجمعه يومين او ثلاث رزيف، صينيه الحلوه المتنه. مثل خبزة الرقاب، صينيتين ثلاث، واحد من ربعنا يدور ابن يسمونه من قمشة، ورزيف عياله من الساعة 4 قول لين 5، المهم ساعة ونص باجي على المغرب رزيف. حوالي 13 متر عندنا في الجزيرة لندنوبرات، عاد عقب زاد ما في الا لندنوبر. أول سيارة كانت عند محمد بن رجب رقم 5 عليها، رقم 5، رقم سيارة رقم 5 بعد عليها، هي حمر بس كل واحد يكتب حق عمره. المدارس درسنا احنا صغار على 5 سنوات يا هال، منو اقول لكم؟ درسنا سلطان وعيسى، كانوا هاي الاثنين قبل، كل اولاد الاولاد والاولاد، الاكبر واحد ما يصل 15 سنة، متفوقين في الجزيرة ثلاثة، عبيد بن خليفة السفير، هم خذوا الاوائل وكلهم وصلوا السفراء بعد. مطارة الجزيرة ثلاثة، حميد بن هلاو، سلطان منصور، وابراهيم بعتابه، هاي الثلاثة. عندنا فريج المناخ زيديه وفريج البطح، مكانين في 3 مواقع عندنا، فيها 5 صفوف انا دارس فيها، فريجها الغربية، فريج الميان عند السوق ورا دكان عبد الكريم، وفريج المناخ فريج البلوش. اول ما درس سلطان بن حمد وعيسى بهادر، هاي الاثنين ما عليهم كلام. نلعب وايد، من كل لعبة نلعب، أكل اليربة والقبة الزبوت، نلعب أكل اليربة في الليل، نلعب القبة العصر، نلعب التبة التبال الصغيرة، نلعب السياكل. يلا يا العيد محلاه، ذيك الأيام قبل عيد ب3 أيام ما نخلي شلق ما نشتري، أول ما في ما عدنا شيء إلا هذا الشلق فرحة العيد. عقب نخلص
قهوة بيت هذا وبيت هذا. نحن ربع حوالي 10-15 اليوم بيت دحين بيت عقب خلص هذا صرنا بيت هذا عقب خلص بيت هذا كل بيوت هذا ربعنا شو عاد القهوة في أيديات قليل اللي عند الربية أنت ما تحصل الربية أنتين غروني أنتين غروني حد يعطيك حد ما يعطيك وكل الأيدية هاي ما توصل ربية أو ربية ونص أنت عارفين الأنتين وعارفين غروني البيزة الخمسة فلس والعشرة فلس هاي الأنتين عشرة فلس والغروني خمسة فلس هاي الأيدية قبل أول شيء الغوص عندنا نحن زعاب عايشة على الغوص البحر أول شيء بقول لك أنا وعايشة على الحطب يجلون حطب منه يودون دبي البحر شو الضغى العومة الضغى في العوامل والمحار بيع وشراء هاي شغلته من يديه من ذان قبل ذان الفجر طلعوا البحر البي يضغى يضغى واللي يصير المحار يصير والضحى فليج محار حد يبتع عصباه حد يبع قماش حد فليج محار هاي شغلته واللي يصير حق الجراجير يصير عقل خمسة جراجير أربع جراجير ياب العشرة شاتيش باحهم بربي ونص بربيتين وهاي عشتهم الغوص أربع شهور عشر أيام يمكن حوالي 15 أو 20 محمل كبار ما الغوص أنا واخذه 42 نفر 40 لين حين ما حيدري هم ضربتهم شمال ضربة ضربة يسمونها ضربة في الغوص وصارت على صدره وهاي سيرتها في القوع أول كما عندنا كان مستشفيات رعاية طبية ما حد إلا الحريم شغلة خص الرأس الميسم الميسم هذا واحد ظهري قال لك رأسي يعورني أبو قادر في رشنة وفي رزة في نوعين ميسم في بو واحد وفي بو اثنين من أي شيء أنواع الأدوية موجود حبة السوداء أي شيء عن البطن وجع البطن وجع حتى عن الرأس عندك الزعتر بعد هذا مداوي 99 علة معروف الزعتر كلام الأولين هذا دوام الأول كله شكل اليزيرة عقب سوينا عيادة سوينا عيادة في اليزيرة العيادة هاي أسم مستشفى لكن ما فيها مستشفى حجرة بس بعد حرمة ما شيء ريال اللي شفناه نحن ريال الحريم ما يتعنسر يقول حنسي عند ريال ما شيء إلا هو هذاك يا أبو بعد ما أفتكر الكويتي بعد العيادة هاي صارت من الكويت وين سووها عند الحصن عند الحصن هن سووها بعدين تقلت سووها في ريج غربي آخر شيء هن والبيوت الجديمة هالجدام الحصن اللي بالكويت بانتنن صارت عيادة ثانية في ريج الغربي هاي عودة فيها حجر وايد فيها الدكاكين أزيدي أنا بقول عندكم عبد الكريم هذا أكبر دكان عندنا دكان عبد الله بن عبد الكريم فلوس ما فيه اللي بيقولك فلوس قول لي كذب لين يصير من الغوص ويرد كم تأخذ هذا المشترك كله ما توصل 100 ربوية المشتري هالسامان حق البيت حق 4 شهور 100 ربوية ما يوصل الطحين والشكر شيء بسيط والتمر هذا أهم شيء 4-5 حاجات والباقي ما سيبك الحرمة نش قبلها قبل ريال أو نش قبل صار المسجد يي محصل خبزة وبالخبزتين مية لسات له ودلت لك هو ماشي غيرهن والتمر شوية 7 حبات 8 حبات خبزة ممكن خبزة أو تمر هو الوحيد التمر عندنا نحن الخبز قليل فنيان قهوة واللي بس الباب وين صار؟ صار راس الفريج اللي يجون أبو البحر وهذا أبو شو اسمه المحار هذا ينزلون محار يحصلون على نص ربية على ربع على آنتين ينزلون محار وهذا ويفرجون المحار عقب ما يخلصون رد البيت صار عند الخريجة وصاب على عمر ماي الظهر نشأت الحرمة وياب المسجات ما السمك فدي ما أخذنا بانتين المسجات في 5 حبات 6 حبات جش ويا البيت قال أبوي سوت العيش مالهم فرين هو حرمت ما في عيال قليل اللي عنده عيال ديش الأيام قليل 5% اللي عنده ما في عيال ما أخذ عنده عيال المهم سوت أكل مشواي سمشتين ولا 3 واللي زاد علقته حق باكر ولا حق في الليل حق العشاء وتغدوا وطاح وين صار؟ صار يصلي عقب ما صار رد البيت شرب له فنيان قهوة كل حبتين تمر وين صار عندك عبد الكريم لين ذا المغرب صار وصلى ورد البيت يومي قضت الحرمة ويوم الله سوي جذر قلبته ويابته اسمك هاي وتعشوا باثنينهم عقب ما تعشوا يسوا أذن العشاء صار صلى قال وين كرفاية دق بعمره شو محطاي فنار قليل ما حد عنده فنار مصري المصري غرشه والغرشه لها فتيله
قطن، القطن سوى له تمر من فوق على المصري من فوق ومحطاه في الغرشه داس. رقدوا لين الصبح. يوم يسمعون الاذان، والاذان وين السمع؟ مده كيلو وين؟ 3 كيلو ونسمع الاذان. في الليل الاذان راح وخصه في الجزيره، يتداور عليه الاذان دوره، لان الجزيره نازله والبر والبحر متعلي عنها. شغلتنا كلها البحر. وحد شغلته في البر. البدو هالبر. ما حد الا حياة يدي. هو بر بحري. ابراهيم بروقه معروف. انصحهم يتعلمون التراث. يتعلمون التراث، ليش؟ لان هاي من اول من جد لجد متخلفين نحن. من جد لجد. نحن ليش علمنا؟ لان متخلفين من جد ونتعلم. وبعدين اريد انا اتعلم اكثر.